صافي صافي، عينو انا كتير عم بزهق بالبيت عند رسمية، عم خلص الشغل ما عم بعمل شي تاني، عبالي اشتغل شي غير انو نظف لك بيتك كمان. قصدك بيتك؟ هلأ بعده بيتك رح يصير بيتك. معقول مرته للريس صافي تشتغل؟ ايه شو فيها يعني، بعدين انا بحب الشغل، بحبش اقعد بالبيت، ورح اشتغل معك. كيف يعني معي؟ انه معك بالمحل. بدك بها الشغلة كلياتها تعتير بتعتير؟ لا ما انا تعتير بتعتير. الله خليك قول ايه، الله خليك قول ايه، قول ايه صافي، قول ايه خلص. الله خليك الله خليك قول ايه، والله بنحن هناك المحل، الله خليك قول ايه صافي قول ايه. ايه خلص. بتعرفي انا ما برفض لك طلب، بس خلينا هلا نحل هالموضوع تبع جوازة بلبل ونظبط له اموره. بلبل بده يتجوز؟ ايه. مين؟ بنت ما بتعرفيها من برات الحي. انا على الحاله بدي انطر كثير. ما كثير كثير. كيف يعني ما كثير كثير؟ ما الحجه ما صار لها كم يوم متوفيه الله يرحمه. كيف هالحكي؟ الحي ابقى من الميت، شو ذنبه بلبل ينتظر؟ حرام، خليه يفرح. بعدين الحجه رح تفرح له حتى بقبره. الله يرحمها كانت تحبه كثير. الله يرحمها، امين يا رب. الله يرحمها. حياتي انا مضطر ما اعمل عرس لنا بسبب امي الله يرحمها، بس بوعدك سنة الجاية بعيد زواجنا اعمل لك عرس تسمع فيه البلد كله. في اطلب منك طلب؟ ايه اكيد، انت بتأمر. فيك تحكي لي كل شيء عندي، كل شيء بحياتك، وما تضطريني اسمع عنك اي شيء من برا. ايوان فهمت عليك، وردي خبرتك ما هيك؟ ايه خبرتني. حابب اسمع قصة ميرا منك.